كم مشكلة الوقت الأولى؟ اثنين صح؟ المشكلة الأولى شوف هاي بطلت وين العجلة الثانية شوف محمد بس حمد شوف هاي لازم تتصلح هاي لو جاي الروبوت يشتغل أصبح هنا الاحتكاك قوي هيثبت الروبوت سرعته راحت هذا أول مشكلة المشكلة الثانية إن إحنا كنا بنلاحظ إن الروبوت يشوف الكرة مرة واحدة بس ويضربها مرة واحدة بعد كده ينضرب في الجدار أو يمشي سيدة ويقف صح؟ وهي المشكله دي موجوده في المسابقه اللي سببها طلع الروبوتين التانيين ومفيش حد يقدر يكتشفها السبب فيها ايه يا احمد تعتقد كان شو السبب السبب بتاع المشكله التانيه شو لاحظت انا ايش عملت عشان لاحظنا ان المشكله ما ظهرتش دول كانوا فين دول وريني كان مكانهم كده حلو طب تستنتج ايه من الموضوع ده ما انا حركت شفتهم من مكانهم صح؟ لما شفتهم بدأ الروبوت يشتغل بشكل كويس. طب ده معناه ايه؟ معناه ايه يا محمد حماص؟ تخبرت ازاي؟ لا مش مستقرات على هاي. دول معناهم ان التركيب مش مظبوط صح في مكانه فاللي بيحصل شو؟ الذاكرة اللي بيحصل شو؟ ان الروبوت اول مرة بيشوف بيبدأ يلف صح؟ شوف الكرة بيلف صح؟ يجي المرة التانية يتحصل دي واقفة هنا شوف خلاص الموتور ده ما بيتحركش اصبح ثابت ما هو دي واقفه هنا او زي ما انت كنت ركبتها الاول كده زي الحاله الاولى لو انت ركبتها كده شوف لما يجي كده بتتحرك هنا شوف ما بيتحرك الروبوت شاف الكره والورق فضل الموتور معلق هنا فضلت البرمجه على نفس الامر ده ما هو لازم انتقل من الحركه دي المرحله دي للمرحله الثانيه لكن تم الروبوت واقف على القصه هاي الموتور مش عارف ما كملش الاوردر بتاعه الموتور لما بيشوف الكره بياخد تو روتيشن فهو خد بس منهم نص روتيشن او روتيشن واحد وبالتالي فاضل واقف ما كملش وبالتالي البرمجه بتقف بيحصل ايش؟ ان هو ما بيشوفش اي شيء وبيبدا يضرب في الجدار بيمشي سيده. زين اذا لو قابلتني مشكله زي هاي وافترضت ان انا ركبت ده غلط اعمل ايه؟ على طول شيل دهوت من المكان بتاعه. فاهم؟ مش هقعد حاولت ان انا اركبه مره واثنين وثلاثه ما ظبطش معايا خلاص انا اخد الحل اللي اسالني بحيث انا ما اطلعش بره المسابقه يبقى هيضرب في الكوره صح ممكن ما يحققليش اهداف قوية زي ما كنت فيه بس اضمن ان هو ما اشتغلش غلط. ما احنا قلنا الكلام دلوقتي ايوه او تشوف مين لو انت قدرت تكتشف مثلا اللي في الزاويه دي اللي عامله مشكله شيلها او اللي عامله مشكله هنا شيلها انت هتقدر تشوف الروبوت ساعتها صح؟ زين يلا الحين صلحوا لها هاي وريني كيف. احنا كده ما عملناش اي شيء. ايوه لازم تتحرك الفكره حتى ما فيش داعي الفكره في شو؟ في ان احنا ركبنا واحده هنا ان هي تتحرك وطولنا الاكس ان هي تتحرك يمين وشمال بسهوله. يمين وشمال ايه؟ لما يضرب في الجدار هنا يجي يلف كده شوف اهي شوف شايف؟ يمين وشمال لكن القديمه اللي هي كده تم واقف ما يقدرش يتحرك لكن هنا هيقدر يتحرك يمين شمال لين ما ايه؟ ما يقدر يلف على الكوره عند الناس. زين يا شباب؟ يلا يلا صوت راي وريني دي كان يا محمد احمد وقف في الزاويه اللي هناك يلا محمد في الزاويه اللي عندك كل واحد فينا في زاويه عشان نجرب يلا شغل لا سيس اديها لاحمد ممتاز ها حرك الكره ايوه محمد محماص حرك الروبوت ايوه ليك هناك كتير احمد عبد العزيز ممتاز محمد محماص خليه يضرب في الجدار شيل الكره خليه يضرب في الجدار بس ابن الكره لاحمد بس خليها قريبه منه ممتاز سيبها يا احمد سيبه ممتاز حلو ها خليه احمد يضرب في الجدار عنده ممتاز سيبه ما تلمسش الكورة سيبه خليه يشوف شو يصير ممتاز سيبه ارمي الكورة هنا في المنطقة هاي قربها للجول كيبر يا حمد ممتاز يلا ارفع الروبوت ده احمد عبد العزيز تمام خليه ايوه خليه يضرب في الجدار عندك ايوه ممتاز ارمي الكورة جنبه ايوه لا اديله فرصة يشوفها ممتاز حلو
الحين قصه الدوران على نفسه انت هتشوف ضرب في الجدار اهو صح؟ هو ممكن في المسابقه يعدي لك 13 ثانيه ويقول لك حرك الروبوت، هو ما اتحركش. لف محمد محمص برضه اتفقنا نلف ازاي؟ لا يا عم انت مش شايل واحد ميت والله دي انت فعلا هتشيله ازاي يا اخي؟ علمه يا حمد خليه يضرب الجدار قال له الكره قربها نشوف شوف هيشوفها ولا لا بس خلاص مفيش مشكله هو كده يتحرك الجدار ولا حاجه سيبه بس احمد عبد العزيز خليه يضرب الجدار حلو حرك الكره قريب منه على فكره هو الوقت مش هيقدر يتحرك عارف ليه؟ مش هيقدر يتحرك عارف ليه؟ تقدر تكتشف حتى لو الكره قريبه منه مش هيقدر يتحرك ولا يعمل اي شيء ليش؟ بص 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 هنا بص 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 ليه؟ لا لا صح لا كده انت بتعمل خطر هو الروبوت شغال على ده شوف لان الدراع اللي هو ضرب هنا شوف شوف ما كملش قبل ايه شوف لما فكنا الروبوت الوقت هيقدر ايه يتحرك بسهوله شوف بدا يتحرك عندك اهو حركوا سنة محمد سنة بس ايوه ممتاز على فكرة حتى اصلا ضربته قوية بدون الدراعات دي محسن ها احمد نفس المشكلة يا شباب نفس المشكلة لا انت كيف تعمل كده؟ قولي شوف خليك معايا دلوقتي في حل تاني برضه لو لاحظت ان هو لما ضرب هنا دي ما كملش الاثنين روتيشن بتوعه شوف ضرب في الجدار كده صح؟ ما كملش الاثنين روتيشن وبالتالي اصبح الروبوت خلاص وقف عند القصه هي حتى لو جبت له 700 كره حواليه مش هيقدر يشوفه ليه؟ لان الدوره بتاعت البرمجه واقفه عند ان هو يكمل الاثنين روتيشن بتاعه من دول ايه؟ مش معلم يعني هو بيكمل بس الموتور واقف فما كملتش فبالتالي هيبدا واقف عند الجزء ده من البرمجه مش هيعمل اي حاجه ثانيه طيب في الحاله دي شو نسوي؟ قدامنا حلين من الاثنين اما انك تفكرني انك تعمل لي دراع هنا شيء هنا بحيث يبقى بنفس الطول دي بحيث لما ده يضرب في الجدار يبقى هي داخل الجزء ده بس ده مش كده يا ايش هي؟ يبقى يحط الحجم بتاع لا في الطول لا هات ال بتاع هات المقاس هنشوف وجهه نظر ممتاز حلو انك بتفكر بشكل عملي هذا بوجهه نظرك تطلعها تشيلها زين طيب احنا الوقت لانه ممكن حاجه زي دي تلخبط لنا دماغنا والتصميم فاحنا نتفق اذا اشتغل في المسابقه تمام ممكن يجي يخبط في الموتور تاني واخد بالك اذا اشتغل تمام خلاص يبقى مفيش عندنا مشكله مفيش هنعتمد بس حتى على اللي هي شوفه جرب يلا بينا يا سلام حلو تعالى هات 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 ممتاز حلو ممتاز اهو شوف شوف فكر في الحل ازاي اهو ولا في تعوج خلي دي هنا هات واحده ثانيه لا ماشي مو مش لا ما تجيبش ايه اللي بقى ما تتعبش نفسك دي اسهلك دي اسهلك دي على الاقل هتعمل يعني لو جت معايا ممكن اقصر المسافه دي بس وخلاص ممكن اجيب واحده زي دي او مفيش ممكن اقوم جايبها هنا اقوم مثبت عليها واحده ثانيه جيب واحده ثانيه نفسها لك كده بالدكتور لا كده شوف اهي تجيب ايه اللي مش هتركب يا حلو؟ ايه اللي مش هتركب؟ ايه اللي مش هتركب؟ مش هتركب؟ ايه اللي مش هتركب؟ كويس ماشي 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 حلو محتاج اثنين Thank you.
طب مين الاحسن تحت ولا فوق؟ هي اللي عشان ما يضربش في الارض. ايوه شوف الرئيس ده تقريبا هي هي. حلو يلا الثانيه كده احمد شوف عدلنا بدون ما ايه ما نغير كتير جدا في التصميم. تقدر كتير بس مش صح. لا بس كده كده بقى كده كمان على فكره تفيدك ان هو حتى يجي يضرب الكوره تبقى فيه. يلا نعمل تراي ونشوف. احمد ركب الباقي الاحمر. يلا احمد ركب الجزء بسرعه وريني. ممتاز. يلا ممتاز. ممتاز. تاني قبل ما نبدا نركب شوف الروبوت هيشتغل عليه شوف نفس الناس ولا لا. محمد محماص. ها ها نفس المقاس. حلو ممتاز. طيب يلا اعمل تراي شغال البيكر بسرعه. ايه؟ ممتاز يا احمد شوف ممتاز. شوف احمد عمل ايه بعد ما ركب بدا يعمل تراي عشان يشوف يتحرك ولا لا. ممتاز يلا شغل البيكر. كل واحد في زاوية فينا، كل واحد في زاوية فينا. واحد اثنين ثلاثة، ليك يا محمد؟ لا لا شوف. نايت بيكا. ايه اللي جدد؟ احنا 1000 أزرق. 100 سنة، شوف هاي الجدة، شوف هاي هاي عندي هاي الجدة. Thank you.